حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. دول الفيتو على عتبة دارنا، اليمن في لعبة الأمم البحر الأحمر. صحيفة الأيام تتحدث عن فترة المبعوث الأممي، حصاد سنة من فشل مهمة جريفيث في اليمن. وفي أخبارنا المنوعة، ألمانيا تعيد قانونا لحماية الحشرات. أهلا بكم. اليمنيون الذين وصلوا إلى جزيرة جيجا الكورية منذ أشهر وثارت ضجة حولهم بدأوا هناك بشق طريقهم بدون الاعتماد على معونات الأمم المتحدة، حيث قال موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير خاص: مطعم يمني ينافس الأطباق المحلية في جزيرة كورية. ويفيد التقرير الذي ترجم لصالح موقع بوست يساعد الطعام الذي يقدمه طهاة يمنيون في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية في الترحيب باللاجئين وتقريبهم من المجتمع المستضيف. فقبل افتتاح هذا المطعم اليمني في جزيرة جيجو السياحية الكورية الجنوبية العام الماضي، لم يكن أحد يعرف سوى القليل عن الطعام أو الأشخاص في البلد الذي فتكت به الحرب. يقول أحد الزبائن من كوريا الجنوبية والذي كان موجودا في مطعم وردة: إن مجرد تناول الطعام وتجربة الخدمة هنا يجعلني أشعر بأنني أعرف اليمن بشكل أفضل. وأضاف: لقد تأثرت بالنادل الذي حاول أخذ الطلب باللغة الكورية مستخدما إحدى تطبيقات الترجمة، إنهم يحاولون جاهدين التكيف في هذا البلد. ففي الربيع الماضي اضطر نحو 500 يمني للفرار من الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد ليصلوا إلى جزيرة جيجو السياحية التي تعج بالسياح والواقعة قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية دون اضطرارهم للحصول على تأشيرة دخول البلاد. لطالما أثار البحر الأحمر اهتمام القوى العظمى كونه ممرا مائيا رئيسيا لعبور التجارة العالمية، إذ تحده من الشمال قناة السويس ويحده من الجنوب مضيق باب المندب، وهما ممران ضيقان أساسيان تعتمد عليهما الدول الساحلية لتصدير النفط أو على نحو آخر الوصول إلى الأسواق العالمية. ويعنون المصدر أونلاين: دول الفيتو على عتبة دارنا، اليمن في لعبة الأمم بالبحر الأحمر. ويستمر الموقع في سرد أهمية البحر الأحمر مستندا إلى معهد واشنطن باعتباره أيضا يشكل جزءا رئيسيا من مبادرة الصين المعروفة بحزام واحد طريق واحد، وهي خطة طموحة لبناء نظير من القرن 21 لطريق الحرير المربح. ونتيجة لذلك أصبحت القوى العظمى والقوى الطموحة على السواء تتمركز أكثر فأكثر في منطقة البحر الأحمر. فبعد أن أنشأت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جيبوتي في عام 2001، حذت بلدان أخرى حظوها مثل فرنسا التي تستضيف قاعدتها أيضا القوات الألمانية والإسبانية وإيطاليا واليابان والصين التي أنشأت أيضا ميناء تجاريا هناك. وقد انخرطت السعودية في محادثات لإقامة قاعدة محتملة في جيبوتي أيضا، في حين قامت روسيا بالأمر نفسه مع السودان. وبالإضافة إلى ذلك تملك تركيا اتفاقا بشأن إنشاء قاعدة تدريب وميناء مع الصومال، ووقعت السودان اتفاقات مع كل من أنقرة قطر لإقامة ميناء. موكب الزعيم هو صورة من الماضي لا يساوي شيئا أمام مواكب من سبقوه في مضمار النفاق السياسي. موكب تقزم في مجتمع كوته نار الصراعات والزعامات. هذا مقتطف من مقال كتبه أحمد ناصر حميدان ونشره موقع يمن مونيتور عن المواكب التي تسير في شوارع عدن والمكلا ولا تجلب وفقا له إلا المزيد من الصراع والفشل. وأضاف الكاتب: موكب الزعيم صورة من الماضي العقيم، جعلني أتذكر مسيرة حياة والأحلام الطوباوية بعمر تعصف به العلل وجسد مصاب بالوهن. تذكرت طفولتي والابتهاج بيوم الاستقلال المجيد ونحن نحمل علم الجبهة القومية الذي أصابته لعنة الأحفاد اليوم. تذكرت زحف الجماهير لعدن وهي تهتف بشعارات وطنية وأحلامنا بالاشتراكية. كنت جزءاً من مخاض مرحلة الثورة الوطنية التي كان مبرر حمايتها انتهاك حلم الآخر، شقت طريقها فوق أشلاء وجثث الآخر لا مكان فيها لغير الاشتراكية العلمية، مسحورون بوعد تلاشي الفوارق الطبقية والمدينة الفاضلة. على قول جدتي: سنقطف حبات التفاح من نافذة المنزل. شاركت في مسيرات تخفيض الرواتب واجب وإحراق الشوادر واجب وتأميم المساكن واجب،
وزغاريد وأناشيد الابتهاج بالإنجازات العظيمة، لم أكن حينها أشعر بقهر أصحاب الحق، وعرفت متأخراً قصة من قضى نحبه مصدوماً بضياع شقاء العمر. ضاع العمر في انتظار حلم طوباوي يبرر انتهاكنا لأحلام الآخرين. الحقيقة أنها كانت تجربة لم يستوعب الواهمون اليوم دروسها وعبرها. لم يستوعبوا مصائب الارتهان لقوى دولية أو إقليمية والارتهان للعنف. لم تنفع أكبر ترسانة أسلحة وصواريخ عابرة للقارات ولا هدير عنتر في زمن الوصاية. سقطت الوصاية وتهاوى كل شيء، ولم يبق غير الذنوب والخطايا ولعنة الأرواح البريئة وسفك دماء المعارضين تطارد الرفاق الذين قاتلوا بعضهم في الشوارع، وإذا بهم لقمة سائغة لطاهش الحوبان وانتقام معارضيهم والمقصين والمظلومين من حكمهم، واعتذروا عن حلمهم الطفولي المراهق واعترفوا أنهم شباب طائش متهور. فاعتبروا يا أولي الألباب. واحد من أكثر العناوين التي سبق نشرها ولم ينفذ منها شيء، ما جاء في يمن مونيتور الذي يعلق: الحوثيون يعلنون استعدادهم تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة. يفيد الموقع أن الحوثيين رددوا ما يقولونه دائما أنهم مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي اليمن. وخلافا لما هو معروف، يقول الموقع إن هذا هو أول تأكيد من الحوثيين بشأن الاتفاق بينهم والحكومة المعترف بها دوليا. وحسب خدمة صحفية للحوثيين على الموبايل، فإن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ناقش مع جريفيث الجوانب المتصلة بخطة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل لوليزغاد. وقالت الخدمة إن جريفيث أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة إعادة الانتشار التي قدمها لوليزغاد. وكان مصدر مطلع على المشاورات في الحديدة قد تحدث اليمن مونيتور أن الطرفين المتمثلين بالحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي اتفقا على إعادة انتشار القوات من الموانئ الثلاثة وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر. وصفت صحيفة الأيام الصادرة في عدن مرحلة المبعوث الأممي الحالي بأنها حصاد سنة من فشل مهمة جريفيث في اليمن. وتقول الصحيفة: مر عام على موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 15 من فبراير عام 2019 خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ. ومع مرور عام لم يتغير شيء في اليمن على صعيد مهمة الدبلوماسي الأممي القادم من مهمته السابقة، حيث كان رئيسا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق ونال شهرة واسعة لخبرته بالشؤون العربية. يسير جريفيث في مهمته المعقدة في اليمن بخطة مختلفة عن سابقيه، حيث يسعى إلى تجزئة الاتفاق الشامل للأزمة اليمنية من خلال البدء في التفاوض بشأن ملفات أطلق عليها بناء الثقة بين الأطراف لتحقيق اختراق في جدار الأزمة، ومن خلالها يتم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، غير أن تلك الطريقة تمر بسلسلة تعقيدات كبيرة. وخلال عام لم يحقق جريفيث إنجازا ملموسا على الأرض، ولا تزال في إطار الاتفاقات المعلنة قيد التنفيذ. قبل تعيينه مبعوثا أمميا إلى اليمن، كان جريفيث يرى أن الحرب في اليمن تختلف عنها في سوريا، لأن الحل وارد في سوريا بعكس اليمن الذي تتضاءل فيه الحلول وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر. فالحرب في اليمن أسوأ من العراق وجنوب السودان. ومن الواضح أن تلك الرؤية تم البناء عليها من خلال حالة البطء الشديد في سير مهمته وتعثرها بشكل واضح، والتي أصبحت مهددة بالفشل بفعل العراقيل أمامها وحالة التراخي الأممية. وتستند الأيام إلى رأي أحد الباحثين الذي قال إن المبعوث أدار مهمته الأممية بنمط إدارته للمعهد الأوروبي للسلام في الاعتماد على المشاورات الخلفية بين ممثلي الأطراف المتصارعة في سياقات ندوات وورش عمل وركون تكتيك الحلول الجزئية للقضية الرئيسية بدلا من تكثيف الجهود لتنظيم مشاورات شاملة. 40 عاما على ثورة المشنقة. تحت هذا العنوان كتبت الصحفية اللبنانية بادية فحص مقالها المنشور في موقع درج، مضيفة في أجزاء منه: أول إنجاز حققته الثورة المظفرة بعدما استتب لها الأمر كان موجة الإعدامات الأولى التي نفذتها المحكمة الثورية برئاسة صادق الخالي، الذي نفذ بأمر من الخميني في يوم واحد حكم الإعدام برئيس حكومة الشاه أمير عباس هويدة والوزراء كافة. وطالت الإعدامات أسر الطاغوت أي العائلات الثرية، إضافة إلى جنرالات وضباط في الجيش والشرطة واقتصاديين وصحفيين وموظفين حكوميين وموالين وأناس عاديين.
الواقع الجديد الذي فرضه الفاعلون السياسيون الأساسيون في الثورة كان يحتاج إلى بعض التضحيات التي تشبه التصفيات، وعلى طريقة الثورة تأكل أبنائها التي قالها فرنسي آخر هو جان جاك دانتون الثائر الذي أعدمته الثورة الفرنسية، بدأت عمليات تطويق المعارضين من الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية، ثم عزلهم، ثم سجنهم، ثم تصفيتهم. أما من استشعر الخطر قبل وقوعه فقد فر هاربا خارج البلاد، كما فعل أبو الحسن بني صدر أول رئيس جمهورية بعد الثورة الإيرانية. لم تستثني التصفيات الدموية شخصيات الصف الأول أيضا من رجال الدين الذين كانوا حول الإمام الخميني، لكنهم عارضوه في فكرة إقامة ولاية الفقيه، أمثال السيد محمود طليقاني والشيخ محمد كاظم شريعة مداري، فما زالت الشكوك تدور حول ظروف موتهما الغامضة. حفلات الإعدام في الجمهورية الإسلامية ما زالت مستمرة رغم مرور 40 سنة على انتصار الثورة، وهذا نظرياً يعني أن الثورة لم تنتصر أبداً، ذلك أن البطش هو دليل خوف، أما إسكات المعارضين بإفنائهم أو إخفائهم يعني أن الثورة لا تحتمل النقد ولا ترغب في التغيير وتخشى على سلطاتها من الرأي الآخر، وهذا دأب الدكتاتوريات وليس الثورات الشعبية الملهمة. لكن مما تخاف الثورة الإسلامية؟ ميدانياً تكشف صحيفة الشرق الأوسط عن محاولات مستميتة لميليشيا الحوثي لإحراز أي تقدم نحو تعز المحاصرة، وعنونت الصحيفة إحباط هجمات للميليشيات في تعز. وقالت الصحيفة تكبدت الميليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة خلال معاركها مع قوات الجيش الوطني في عدد من جبهات القتال وخصوصاً في غرب وشرق تعز، وأحبطت قوات الجيش أيضاً هجمات حاولت الميليشيات تنفيذها ضد مواقع استراتيجية في تعز. وكشف العقيد عبد الباسط البحر الناطق الرسمي باسم محور تعز العسكري عن تجدد المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية غرب تعز، وتحديدا في منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة، ولم تؤدي المواجهات هناك لأي تقدم لميليشيات الانقلاب. وأكد في تصريح للشرق الأوسط سقوط أكثر من 20 حوثيا بين قتيل وجريح في المعارك التي شهدتها جبهة البرح، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة موقعين قريبين من سوق البرح كانا خاضعين سيطرة الانقلابيين. وقال المسؤول العسكري إن جبهات ريف تعز الغربية والجنوبية الغربية تشهد مواجهات عنيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية خلفت سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. في جولتنا اليومية بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند تقريرا ترجم خصيصا لقناة بلقيس، اليمن اتفاق على انسحاب القوات في الحديدة. وقالت الصحيفة توصلت الأمم المتحدة والمتمردون الحوثيون إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المقاتلين خارج مدينة الحديدة. وتفيد الصحيفة الفرنسية أنه كان ينبغي أن تتم عمليات الانسحاب الأولى لمقاتلي الحديدة بعد أسبوعين من بدء سريان الهدنة في السويد في 18 ديسمبر كما هو الحال في تبادل الأسرى. وتعتبر الحديدة نقطة الدخول لمعظم الواردات والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. وبعد يومين من النقاش في المدينة انتهت الحكومة والحوثيون من التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، كما توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن تعقد جولة جديدة من المحادثات في غضون أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. بيوت من الماضي، تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد، مذكرا بالمراحل التي يمر بها المهجرون من أوطانهم والمقيمون في المنافي. وقال البكر في جزء من المقال: حين أحل في مكان جديد أهتم كثيرا بالعمران القديم القريب من العمران في بلادي الأولى، وأتجه عادة نحو عناصر الشبه مع مسقط الرأس لأذهب بعد ذلك نحو الامتدادات التي تشكل سوريا الكبرى والعراق، وهي الفضاء الجغرافي الذي يرسم حدود وجداني الخاص. وحين أجد مكاناً متعدد الإحالات أحس بالقرب والقرابة معه، وهذا يحصل كثيراً في الفضاء العربي وجواره، وكثيراً ما تأخذني التفاصيل حد الأرق فأذهب إلى التنقيب في الرموز وتاريخها ومصادرها كي أشبع الحنين والمعرفة وأعوض الغياب عن مسقط الرأس. وتشدني على الدوام قوة المكان في وجدان الكائن، وأقف عند هذا القدر الهائل من البشر الذين تعرضوا للتهجير وصاروا يعيشون في جغرافيات بعيدة مختلفة في شروطها عن المكان الأصلي. وهنا يحضرني عامل المناخ وتعاقب الفصول، فأشعر بنقص إذا مر عام ولم أشهد فصل الربيع كاملا.
ومع أن الربيع الأوروبي ليس طويلاً كما هو ربيع بلادنا، فإني أتصرف تجاه الفصول وكأني في سوريا، فالشتاء ينتهي رسمياً بالنسبة لي مع آخر يوم من فبراير شباط. ولا أظن أن الأمر مسألة نفسية وإنما بيولوجية أيضاً، تنبع من الحاجة إلى كرم الربيع الذي يحول الطبيعة إلى احتفال مفتوح ومهرجان من الفرح. حين أرى الناس يندمجون في المكان الجديد، أحس أن ذلك قريب من شروط العمل القصري الذي يشكل نوعاً من الاقتلاع. وحتى لو أعاد البشر تكوين حياتهم في المكان الجديد الذي يختلف عن مسقط الرأس ثقافياً واجتماعياً ومناخياً، فإن السعادة لا يمكن بلوغها. أعلنت وزيرة البيئة الألمانية أن ألمانيا تحضر مشروع قانون لحماية الحشرات والحد من استخدام المبيدات الحشرية وتخصيص أموال للبحوث في هذا الشأن، وتعنون صحيفة القدس العربية: ألمانيا تعد قانونا لحماية الحشرات. وتفيد الصحيفة: يسجل ما يقرب من نصف أجناس الحشرات التي تعتبر ضرورية للأنظمة البيئية والاقتصادات تراجعا سريعا في العالم، أجمع على ما جاء في دراسة حذرت من الانهيار الكارثي في الأوساط الطبيعية. وقالت الوزيرة سفينيا شولتز في مقابلة مع مجلة بيلد إم سونتاغ: نحن كبشر بحاجة للحشرات، وهي بحاجة للحماية بقانون مخصص لها. وتنص خطة العمل لحماية الحشرات على تمويل سنوي بقيمة 100 مليون يورو، بينها 25 مليونا مخصصة للبحوث، كما تنص على الحد من مساحات الإسمنت والانبعاثات المضيئة خلال الليل تفاديا لتضليل الحشرات في مسارها. وتعتزم الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير لتقليص كبير في استخدام المبيدات الحشرية وغيرها من المواد الضارة في مواقع عيش الحشرات. التلفزيون الإيراني يمتنع عن بث مباراة كرة قدم مهمة، والسبب وفقا لموقع دويتشه فيليه: سروال قصير وراء حجب التلفزيون الإيراني لمباراة كرة القدم. وقال الموقع: لأن التلفزيون الإيراني يجد حرجا في عرض صور نساء بسراويل ليست طويلة، رفض عرض مباراة بايرن ميونخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة الماضي. يقول الموقع إن الحكم كانت السيدة بيبيان شتاينهاوز وبسروال قصير طبعا. وحسب التعليمات الدينية المتشددة المتبعة في إيران، لا يجوز للتلفزيون الرسمي بث صور لنساء بملابس تخالف التعليمات الدينية حسب الفهم الإيراني الرسمي. ومن بين التعليمات المتشددة منع بث صور نساء بسراويل التي لبستها حكم مباراة تابع للاتحاد الألماني لكرة القدم. العديد من الصور المنوعة القادمة من مناطق مختلفة من العالم نتابعها من صحيفة الجارديان البريطانية في جولتنا لهذا اليوم. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.